إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. عاد اليوم سويت لكم فلوق. عاد هنا رايح المطار، وصلت شفت قبلت تحدين دولي، هنا طلبت لي قهوة، هنا أقلعت الطيارة وإلى مصر. تخيلوا الطيارة كانت ما فيها أحد، لدرجة ما استكنا مرة لحالي. هنا ركبت غواصة، شفت السمكات، مرة يجننون مع الطحالب. بعدين أخذت لي عصير برتقان. هنا لعبت لعبة المائية بس كان حر. هذا رأس فرعون طبعا اشتريته. هنا وصلنا المول، طلبنا ده لحالي، مرة كان يجنن. هذا توشت معه عشان ما زبط لي المعسل صراحة. هنا حبيت أصور دولي كده، دخلت سبرايز. هنا عاد قمنا نرقص أنا وصديقتي، قلت الله يعينك على غسل الأواني وكرف الزواج. هنا أخذت لي أناناس